بنبدأ شابتر دنتال كيرز. أول حاجة نتكلم عليها definition of dental caries. Dental caries is a progressive. Progressive يعني حاجة مستمرة تتطور. Irreversible يعني مش هتصلح نفسها بنفسها، مش هترجع تاني لوحدها. لازم لما بيحصل caries وبيبقى established caries لازم يبقى في treatment من dentist، مش هيخف لوحده يعني. Microbial disease سببه ميكروب، هنعرف دلوقتي سببه بكتيريا، هنحدد ايه نوع البكتيريا. Affecting the hard parts of the tooth، بيجي في الأجزاء الهارد، يبقى الكارز بيجي في الإنامل أو في الدنتين. لازم تكون exposed to the oral environment، يعني لو أنا عندي السنة impacted موجودة جوه الأورال كافيتي، لسه جوه البون مش موجودة في الأورال كافيتي، impacted مدفونة جوه العظم، أو سنة خلعتها حطيتها في الظرفة في الدولاب مش هيجي لها dental caries. لازم تكون exposed to the oral environment resulting in demineralization of the، بيحصل الكيرز ده بيعمل ايه؟ بيعمل demineralization. demineralization يعني بيشيل المعادن بتاعة الجزء الانورجانيك، inorganic constituents and dissolution of the organic constituents. يبقى demineralization للجزء الانورجانيك اللي هو الجزء الكالسيوم والفوسفورس اللي في التوث، و dissolution للجزء الاورجانيك اللي هو الجزء البروتين بتاعة التوث، لحد ما ايه leading thereby leading to a cavity formation. يبقى هو dental caries is a progressive، مستمر متطور. irreversible هنعرف بعد شوية ان هو ممكن في الايرلي فيزز منه لو حصل remineralization تاني، يعني لو سطح السنة قدر يكتسب المعادن اللي فقدها تاني ممكن يبقى reversible، لكن ده طبعا في المراحل الاولانية بس. لكن هو بصفة عامة لو ابتدى الكيرز ابتدى يبقى فيه demineralization كتير هيكون لا ده progressive irreversible microbial سببه بكتيريا، بيجي في الهارد tooth structure enamel والدنتين، لازم تكون exposed to the oral environment، مينفعش تبقى السنة infected. بيحصل ايه؟ بيحصل حاجتين، عندي جزء الانامل والدنتين الاغلب الاعم منهم بيكونوا او النسبة الكبيرة منهم minerals، بيحصل لهم demineralization، الكالسيوم والفوسفورس، السنة بتفقد الكالسيوم والفوسفورس بتاعها. يتبقى الجزء الأورجانيك اللي هو الجزء البروتين، ده جزء صغير بيحصل له ايه؟ دي السوليوشن بيدوب، فالنتيجة ده فقدنا الجزء المعدني والجزء اللي هو الأغلب الأعم، وبعدين حتى الجزء الأورجانيك طبعا هيدوب راخر، فهيبقى عندي في كافيتي فورميشن. يبقى احنا من الكلام اللي احنا قلناه ده في essential requirements للديفلوبمنت اوف دنتال كيرز، في متطلبات رئيسية يجب أن تتوفر عشان يحصل الدنتال كيرز. في أكتر من عامل، dental caries is a multifactorial disease، أكتر من factor بيدخلوا مع بعض، بيعملوا interaction، بيعملوا تداخل مع بعضهم. الفاكتورز دي هي إيه؟ بكتيريا، وبصوا كلمة إزاي؟ كاريوجينيك بكتيريا، جينيك يعني بتقدر إن هي بتسبب الكيرز، كاريوجينيك، خلي بالك مش كارسينوجينيك، لما أقول لك المادة دي كارسينوجينيك يعني دي مادة مسرطنة، لكن كاريوجينيك يعني قادرة على إحداث الكيرز. تمام، كاريوجينيك بكتيريا. كربوهيدرات مش اي نوع من انواع السكر، لازم يكون الكربوهيدرات ده ممكن قابل للتخمر، فيرمنتابل كربوهيدرات يعني ان البكتيريا تقدر تشتغل عليه وتطلع منه احماض، يبقى لازم هنا كربوهيدرات. لو تاخد بالك ما قلتش بروتين، ما قلتش اي نوع من ليبيدز، ما قلتش اي نوع من الفود، لا حددت كربوهيدرات وبالتحديد فيرمنتابل كربوهيدرات، يعني البكتيريا تقدر تخمره وتطلع منه أحماض، لأن الأحماض دي هي اللي بتذوب المعادن بتاعة السن. susceptible to surface، مش كل susceptible يعني عندها قابلية إن يحصل فيها كاريز. susceptible to surface، مش كل surfaces بتاعة التوث ممكن يحصل فيها كاريز زي بعضها. هنا طبعا دي صورة لبروكسيمال كاريز موجود في بريمولر ومولر، زي ما احنا شايفين هنا بروكسيمال كاريز في on both sides. تمام، هنا عندنا كاريز ده يعتبر نوع من السموث سيرفس كاريز، يبقى اللي فات ده البروكسيمال ده واخد ابتدى كده يعني عند الفيت سنت فيشر عند اندر الكونتاكت اريا، هنا عندنا النوع ده جاي في السموث سيرفس. يبقى تاني لو احنا رسمنا كده دوريات مع بعض، التقاء الدايره دي اللي هي بتاعه الكاريوجينيك بكتيريا مع التقاء مع توس سطح السنه العرض يحصل له كاريز سستابل توس سيرفس والفيرمنتابل كربوهيدرات، وهنا ابتدينا نسمع اسمه اكتر واحد مهم في الكربوهيدرات السكروز. لما الثلاث دوائر دول بيلتقوا مع بعض ينتج عندي الدنتال كيرز
في السسبتبل تو سيرفيس، يعني تحديدا انا دول الثلاثه دول بالنسبه لي كفايه عشان يحصل بيتسنت فيشر كارز. عشان يحصل سموث كارز هنحتاج بقى حاجه كمان اللي احنا هنقول عليها ايه، الدنتال بلاك. يبقى هنا عندنا لو انا عندي الهوست، الهوست يعني العائل ده مين، السنه والسلايفا اللي موجوده في الاورال كافيتي وفيها بتبقى فيها طبعا بكتيريا موجوده. وهنا ابتدينا نسمع كلمه بلاك، بلاك ماتريكس. بلاك ده مهم جدا عشان يبقى عندي كيرس فين، في سموث سيرفس. يبقى لو انا بتكلم عن بيتس اند فيشر كان كفايه عندي السنه والكربوهيدرات والبكتيريا، لكن احتجت بلاك عشان اعمل كيرس في سموث سيرفس. ليه؟ لان هو السموث سيرفس البيتس اند فيشر هو مكان خلاص ريتنشن كفايه، هيبقى عندي ادي السنه وقاعده معاها الكربوهيدرات وقاعده معاها البكتيريا، ليهم مكان موجودين فيه مستقرين جوه البيتس اند فيشر. لكن لو انا بتكلم على سموث سيرفيس محتاجه حاجه تجمع البكتيريا والكربوهيدرات والسنه يتجمعوا مع بعضهم فتره عشان يبتدي يحصل فرمنتيشن للكربوهيدرات وطوع الاسيد، وان الاسيد تعمل ديمينراليزيشن. ايه الوسط اللي هيساعد على ان يفضلوا ان كونتاكت كلهم، السنه والكربوهيدرات والبكتيريا؟ هو الدنتال بلاك، محتاجه في السموث سيرفيس. البيتس اند فيشر انا من الاول عندي حفره، عندي تجويف داخل لجوه، هتدخل فيه البكتيريا، هتدخل فيه الكربوهيدرات، هتطلع الاسيد تعمل ديمينراليزيشن. لكن البلاك بحتاجه في السموث سيرفيس ضروري عشان يحصل الدنتال كيرس. هنا عند كده بعد كده عندنا هناخد نتكلم بالتفصيل شويه على الرول اوف بكتيريا، كل واحد من الفاكتورز. يعني هنبدا بالرول اوف بكتيريا والدنتال بلاك. اول حاجه بنسمع كلمه اسيدوجينيك ثيوري، اختصارا عشان يعني العلماء يعني فكروا في اكتر من نظريه لتسبب الدنتال كده، لكن النظريه اللي هي استقر الجميع واثبتت الدلائل كلها ان هي صح هي اسيدوجينيك ثيوري، ان هو ان البكتيريا بتعمل ايه، بتقور البكتيريا. طبعا بقنا موجود فيه بكتيريا، ده شيء طبيعي. استريبتوكوكس ميوتنس دي مجرد ما الطفل بيظهر عنده اسنان بيكون عنده استريبتوكوكس ميوتنس موجوده في الاورال كافيتي. البكتيريا بتعمل فيرمنتيشن، بتعمل تخمر للكربوهيدرات وتبتدي يحصل ايه، تديني الكارز. قلنا الثيوري دي اللي هي اسمها الاسيدوجينيك ثيوري. طبعا في ثيوريز تانية، في حاجة اسمها بروتيوليتيك ثيوري، بروتيوليزيس كيليشن ثيوري، ما علينا. خلينا دي اللي هي الدلائل بتشير ان هي الثيوري السليمة. يبقى الثيوري دي بتقول بيحصل تخمر للكربوهيدرات، دايتري كربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات اللي باخدها في الاكل بتاعي باي اورال بكتيريا، وده والنتيجة الفرمنتيشن دي بتطلع لي ايه، اسيدز. الاسيدز دي بتعمل بروجريسيف، بروجريسيف يعني بيتطور، ديكالسيفيكيشن، بتشيل الكالسيوم من الانورجانيك بورشن اوف تروس، من الجزء ايه المعدني من التوس اللي هو بيبقى ايه، قلنا الهيدروكسي ابيتايت اللي هو فيه كالسيوم وفيه فوسفورس. والادام قلنا لما انا بتكلم على الانامل والدنتين الاغلب منهم جزء انورجانيك، لو انا شلت منهم الكالسيوم ديكالسيفيكيشن، شلت الجزء الانورجانيك ده، سهل جدا ان هتنهار مين، يحصل ديستركشن او ديسوليوشن للجزء الاورجانيك اللي هو البروتين. انت عارف الانامل او الدنتين بيبقى فيهم جزء بروتين او ماتريكس قليله جدا، بالنسبه للانامل بتبقى ما تزيدش عن 4%، بالنسبه للدنتين ممكن تبقى اكتر شويه، بتوصل لحاجات 20%. لكن الجزء الاكتر طبعا الاغلب العام بيكون ايه، من المينرالز. فالاول بيحصل الاسيدز دي، البكتيريا بتعمل فرمنتيشن، بتخمر الكربوهيدرات اللي احنا بناخدها في الدايت، طلع منها احماض، الاحماض دي بتشيل الكالسيوم، وساعتها الجزء الاورجانيك ده بينهار او بيدوب عن طريق بعض البكتيريا اللي قادره على انها تكسر الجزء الاورجانيك ده. طب وصل الكلام ده منين؟ قالوا في ناس علماء وصلوا الكلام ده. واحد، اول واحد عالم فكر في الكلام ده او يعني اثبت الكلام ده، عمل تجربه خفيفه لطيفه اسمه ميلر. ميلر ده اثبت بتجربته ان كيريز was produced by incubating. incubating يعني احط في حضانه التيث in saliva in the presence of carbohydrate. عمل ايه صديقنا ميلر ده؟ ميلر ده جاب 2 تيست تيوب، عمل تجربه بسيطه جدا في الاول بس عايز يثبت ان البكتيريا مهمه عشان يحصل الدنتال كيرز. جاب 2 انبوبات اختبار، حط في كل انبوبه اختبار سنه، حط معاهم سلايفا، تمام. ليه؟ لان السلايفا دي بيكون فيها مايكرو اورجانيزم، باللعاب بتاعنا بيكون فيه بكتيريا، صح. وابتدى ان هو وراح حاطط في كل انبوبه كمان، يبقى حط سنه، حط سلايفا،
وحط كمان كربوهيدرات انواع من السكر السهل التخمر، وجي في تيوب منهم عرضها للسخونيه غلاها سخنها. احنا عارفين طبعا ان ايه، ان السخونه بتقتل البكتيريا. ف التيوب الثانيه سابها زي ما هي من غير ما يغليها، فكانت النتيجة وراح حطهم كده في درجة حرارة مماثلة درجة حرارة الجسم الإنسان، حضانة كده جسم الإنسان، لقى إن اللي هو غلاها دي ما حصلش فيها دنتال كارس، لكن في السنة التيوب اللي هي كان فيها التوس والكربوهيدرات، والكربوهيدرات اللي هي سي اتش او يعني الكربوهيدرات والسلايفا، وطبعا بيكون فيها ام او اللي هي المايكرو اورجانيزم، دي حصل فيها الليجنز شبيهة بالكارس. طبعا هذه التجربه الناس اخذوا عليها ان قالوا له طب احنا نضمن منين يا ميلر ان السخونه اللي انت عرضت لها السن هنا دي ما تكونش غيرت فيها حاجه تاني، انت بس بتفترض ان السخونه موتت البكتيريا، ما يمكن في حاجه تاني، فده يعني يمكن في تاثير تاني على تركيبه السن مثلا، فده العيب اللي اتاخد على تجربه ميلر. تمام. في واحد تاني عمل تجربه يعني منظمه اكتر، اورلاند. اورلاند ده اثبت ان الكارز didn't occur in germ free rats. عايزين نعرف يعني ايه كلمه germ free rat. germ free rats طبعا اللي هي الفئران التجارب، الجيرم free يعني اللي ما فيش فيها بكتيريا. احنا عارفين ان احنا زي ما بقينا فيه بكتيريا، الطفل مجرد ما بيتولد وبيعدي بالبرث كانال يعني بتولد الولاده الطبيعيه ويعدي في قناه الولاده دي ويتولد، هو بيتولد ولادته الطبيعيه دي وفي مروره ده بياخد شويه بكتيريا. طبعا ده برده مكان ما بيبقاش معقم، بيبقى فيه بكتيريا زي اللي هي البكتيريا العاديه اللي احنا متعايشين معاها. فهو جاب الجيرم فري راتس دول منين؟ جاب فران، وهم الفران دول حوامل اصلا، وراح اما جيبهم معاد الولاده بتاعتهم قعدهم في اوضه معقمه تماما زي اللي بيعمل عمليه قيصريه في جو معقم تماما، وطلع فعلا الفران دي بعمليه قيصريه، يبقى كده ضمن ان هم ما اتولدوش ولاده طبيعيه، لان لو اتولدوا ولاده طبيعيه هيكتسبوا بكتيريا بس تدخل في بقهم ممكن من جزء الولاده الطبيعيه ده، لكن هو كده طلعهم في ولاده قيصريه في جو معقم، وعلشان ما يبوظ المجهود اللي هو عمله ده فضل معيشهم على طول في اوضه معقمه، بيدخل لهم الاكل بتاعهم معقم، بتخرج الفضلات اللي هم بيطلعوها من غير ما يحصل اي تلوث زي الصوره اللي احنا هنشوفها هنا. ادي التجربه الشبيهه بتاعت اورلاند بتاعت الجيرم فري رات. هنا هنشوف كل قفص من دول موجود فيه فران، الفران دي في الاوضه دي كلها معقمه ما فيهاش بكتيريا، بيدخلوا لهم الاكل معين بمعقد، ويبتدوا ان هم لو في اي فضلات او حاجة بتطلع بحيث ان يفضل يحتفظ بالتعقيم ويتأكد ان الفران بتاعته دي جيرم فري، يعني ما فيش في فمها الموف بتاعها ما فيهوش اي شيء من البكتيريا. تمام. يبقى هنا الاورلاند ده اثبت ان ما في الكارز didn't occur in germ free rats اللي هي فري من بكتيريا، حتى لو وين فد ساكروز ريتش دايت، يعني هو تعمد ياكل الفران دي اكل فيه سكر كتير او سكروز كتير تحديدا، ومع ذلك ايه، لان هنعرف ان السكروز اهم حاجه في الدنتال كيرز، ومع ذلك ما حصلهمش ايه كيرز. فاورلاند قال طيب انا عايز اطور شويه التجربه بتاعتي دي، هعمل حاجه اسمها نوتو بايوترات. نوتو بايوترات يعني نون لايف، يعني انا دلوقتي معايا فران انا متاكد ان مفيش فوقها بكتيريا خالص، طب انا هبتدي ادخل لها انترودكشن سنجل سترين او بكتيريا، ادخل لها نوع واحد من البكتيريا، يعني كل قفص من القفص اللي احنا شفناها في الصوره هيكتب عليهم يحط عليهم ورقه ويقول القفص ده انا هدخل له نوع ستريبت ميوتنس، القفص ده هدخل له لاكتوباس اللاي، القفص ده هدخل له اكتينومايسس وهكذا. يبقى هنا هو عارف في كل مجموعه من الفران ايه نوع البكتيريا الوحيد اللي عندها اللي دخل لها، فسموهم دول اسمهم ايه، كانوا الاول جيرم فري مفيش معاهم بكتيريا، مفيش فيهم بكتيريا خالص، دخل لهم سنجل واحده بس سترين من البكتيريا فسماهم بقوا اسمهم نوتو بايوترات. ودي انواع، واستعمل انواع كتير من البكتيريا، كل قفص دخل فيه نوع واحد بس، لحد لما وصل ان الستريبتوكوكس ميوتنس واللاكتوباسيلاي والاكتينومايسس الثلاث اسماء دول من البكتيريا هم دول اللي كان ليهم دور في الدنتال كير.
يبقى هنا خلصنا الميلر اكسبيرمنت وخلصنا تجربة ايه اورلاند اللي هو كان جايب الجيرم فري اكلهم ساكروز فيتش دايت ما جالهمش كيرز. ابتدى يشوف لو احنا ده ابتدينا ندخل لهم انواع من البكتيريا دخل انواع كل قفص نوع غير التاني اهو الورق اهو لو شايفين الورق متعلق اهي في الاسامي بتاعت البكتيريا اللي بتدخل لحد ما لقى ان الاقفاص اللي دخل فيها ستريبت ميوتنس او دخل فيها لاكتوباسيلاي او دخل فيها اكتينومايسيس هي دي بس الاقفاص اللي كانت بيحصل فيها كارس. يبقى هنا ابتدوا العلماء بقى يرتبوا الكلام ده في صيغه يعني ايه ان احنا عايزين نعرف ايه الاسينشال بروبرتيز الصفات الاساسيه اللي لازم تكون في الكريوجينيك بكتيريا. قلنا كلمه كريوجينيك يعني كارس بروديوسينج تقدر تحدث الكارس. اول حاجه قالوا انها لازم تكون اسيدوجينيك يعني تقدر تنتج الاحماض كان فيرمنت الكربوهيدرات بتخمر الكربوهيدرات وتطلع اسيد. لازم نحفظ اسم الاورجانيك اسيد اللي بيطلع هم انواع كتير بس على الاقل تعرف اسم اهمهم اسمه اللاكتيك اسيد. يبقى اول صفه في البكتيريا عشان تعمل كارس انها تقدر تخمر الكربوهيدرات فيرمنت الكربوهيدرات وتطلع اسيد واهمهم اللاكتيك اسيد. طب ليه انا بيهمني الكلام ده؟ لان اللاكتيك اسيد بيعمل بي اتش دروب بلو الكريتيكال ليفل وساعتها الديمينراليزيشن ستارت. ايه الكلام ده؟ هنشوفه لسه كمان في السلايد الجايه شرح اكتر ان احنا عندنا في حاجه اسمها ريستنج بي اتش. يعني لو جبنا ايه جينا نقيس البي اتش بتاعت اللي موجوده في بق اي حد بنلاقيها تقريبا بتبقى حوالي 7.4 بي اتش يعني تكاد تكون حياديه. تمام؟ لما احنا بناخد الكربوهيدرات والبكتيريا بتقدر تخمر تفرمنت الكربوهيدرات وتطلع احماض البي اتش ده بينزل من 7 ل 5.5 لو او يعني بينزل من اقل من 7. لو ابتدى وصل كمان لحد 5.5 ونزل عن 5.5 ده كريتيكال ليفل ده مستوى حرج لان ده ادام نزلنا بالبي اتش لحد 5.5 والجو بقى يعني او الانفايرمنت بتاع الاورال كافيتي بقى حمض لدرجه 5.5 بيبتدي يحصل ديمينراليزيشن السنه بتفقد المعادن بتاعتها والكالسيوم اللي موجود فيها. يبقى دي اول حاجه اسيدوجينيك وفهمنا يعني ايه كريتيكال ليفل او كريتيكال بي اتش بتاع 5.5. تاني حاجه صفه لازم تكون موجوده في البكتيريا اللي بتعمل كارس انها تكون اسيديوريك. يعني ايه اسيديوريك؟ يعني تقدر تسرفايف ان لو بي اتش. تخيل انا واحده بكتيريا عملت فرمنتيشن للكربوهيدرات وطلعت اسيد واول ما الجو بقى حمضي كده والانفايرمنت اللي حواليا بقى حمضي اكتشفت ان انا ما بقدرش اعيش في الجو الحمضي. مش احنا عارفين ان احنا احيانا بنحاول نطهر بعض السيرفيسز مثلا اسطح في البيت عندنا بان احنا نخلق جو حمضي ان احنا نعمل نخلي الجو حمضي عشان بكتيريا تموت. ليه؟ لان احنا عارفين في انواع كتير من البكتيريا بتموت من الاحماض او في الوسط الحمضي. فلو انا عندي البكتيريا هنا عشان لو هو انا عملت فرمنتيشن للكربوهيدرات وطلعت احماض فكانت هذه الاحماض هو السبب في انها تموت يبقى ما تنفعش بكتيريا تسبب كيرز. يبقى البكتيريا اللي بتسبب الكيرز لازم تكون اسيديوريك يعني عندها كان سرفايف تقدر تعيش في لو بي اتش يعني تعيش في وسط حمضي وما تموتش وتقدر تشتغل بكفاءه. كمان لازم تعمل ايه الكفاءه بقى والشغل اللي هتعمله ده؟ هتعمل فورميشن لاكسترا سيلولر بوليسكرايد. اكسترا سيلولر يعني خارج الخليه. يعني ايه؟ انا انهي خليه دي اللي بتكلم عليها؟ خليه البكتيريا دي خليه ممكن تعمل سكر بوليسكرايد. طبعا واخدين بايوكيمستري بوليسكرايد يعني كربوهيدرات متعدد الشين بيكون فيها اكتر من ايه نوع من الكربوهيدرات او يعني اكتر من موليكيول من الكربوهيدرات اتشد لبعضه. فتقدر تعمل بولي ساكرايد وتحطه فين؟ مش جوه جسمها، تحطه بره حواليها يعني اكسترا سيلولر بولي ساكرايد. هنا طبعا بيهمنا نوعين مهمين من الاكسترا سيلولر بولي ساكرايد، نوع اسمه جلوكان والنوع الثاني اسمه فراكتان. تمام؟ الجلوكان والفراكتان دول بيطلعوا من السكروز. طبعا سمعنا كلمه السكروز من اول المحاضره اهو كذا مره. السكروز ده دايساكرايد. دايساكرايد يعني متكون من 2 موليكيول بيكونوا جلوكوز وفركتوز. يعني الجلوكوز والفركتوز مع بعض بيكونوا حاجه اسمها السكروز. ده حاجه انت المفروض عارفها من البايوكيمستري. السكروز ده لما البكتيريا بتكسره بتكسره تاني وتروح هو اصلا السكروز ده متكون من جلوكوز وفركتوز هترجعه اصله بقى، هترجعه جلوكوز وفركتوز. وبعدين تمسك كل موليكيول من الجلوكوز تحط واحده جنب الثانيه جنب الثانيه جنب الثانيه تعمل بوليمر.
وتمسك كل واحدة فريكتوز تحط واحدة جنب التانية جنب التانية تعمل فراكتوز بارلي، سموا ده جلوكان وسموا ده فراكتان. طب ايه بتحتاجهم ليه البكتيريا بتعذب نفسها ليه كده تعمل اكسترا سيلولار بوليسكرايد وتحطهم في الوسط اللي حواليها بره جسمها؟ علشان الجلوكان ده ووتر انسوليبل، مش هيدوب في الصلايفة، تمام؟ و يبقى كده هيبتدي ان هو ايه، عملت لنفسها وسط فيه سكر الصلايفة مش هتقدر تدوبه، وفي نفس الوقت هايلي ادهيزيف وستيكي، عامل زي الايه اللزق كده، هيلزق فيه انواع تانية من البكتيريا وهتلزق فيه انواع تانية من الكربوهيدرات، هي كل ده بتهيئ نفسها الوسط اللي هتقدر تعيش فيه. يبقى جابت كونت حواليها مادة من الجلوكوز بوليمر اسمها او بتعتبر جلوكوز بوليمر سميناها جلوكان، مش بتدوب في الووتر انسوليبل، وكمان هي هايلي ادهيزيف وستيكي، عاملة زي اللزق كده، هتلزق فيها بانواع تانية من البكتيريا وانواع تانية من الكربوهيدرات، ودي بالتالي بتعمل لي البلك او التخانة او السمك بتاع الدنتال بلاك. امال الفركتان ده، الفركتان اضعف يعني او اقل في الاهميه، ليه؟ لان هو ووتر سوليبل، بيدوب في السلايفا. طبعا برضو لما اقول لك ووتر سوليبل يعني مش اول ما اتعمل هيروح دايب في السلايفا في لحظه، انت ممكن تكون عندك حاجه بتدوب في الميه بتحطها في الميه وتفضل تقلبها او تسخنها او وتفضل تلاقيها بتدوب كده بالتدريج بالتدريج على فتره طويله، مش مجرد ما بنحطها في الميه بتدوب، تمام؟ فهنا لكن قبل انها تدوب ووتر سوليبل، لاس ادهيزف، مش هتلزق فيها البكتيريا والكربوهيدرات يعني بنفس الكفاءه اللي كانت موجوده في الجلوكان. امال دي يعني فايدتها بتعملها ليه البكتيريا؟ علشان بتاكت از ستور فور كربوهيدرات، عامله مخزن كده مخزنه فيه الكربوهيدرات، عشان حضرتك لما تيجي تصوم او ما تكونش بتاكل كربوهيدرات البكتيريا تبقى مطمنه ان عندها الغذاء بتاعها. ده مش بس كده، ده بتعمل غير انها تعمل اكسترا سيلولار بوليساكرايد، بتعمل انترا سيلولار بوليساكرايد، بتعمل سكر وتحطه جوه الخليه نفسها، مخزون جواها نفسها، اسمه ايه، حاجه نحفظ اسمها، امايلو بيكتين. امايلو بيكتين ده بياكت از ريزيرف، ريزيرف يعني حاجه انا حطها كده مدكناها للطوارئ، لا عشان تستعملها البكتيريا لما احنا ما نديلهاش السكروز في الدايت اللي احنا بناكله. لحد الحاجات دي لحد هنا لطيفة وكفاية جدا علشان البكتيريا تقدر تعمل كيرس في سموس في بيتس اند فيشر. احنا قلنا بيتس اند فيشر، بيت والفيشر دول، البيت والفيشر اللي على الاوكلوزال سيرفيس هم زي الحفرة كده، هتقعد فيهم البكتيريا، هتقعد فيهم الكربوهيدرات، هيقعد فيهم الاحماض تبقى موجودة لحد ما يحصل ديمينراليزيشن. لكن لما بيكون انا كمان عايزة اعمل كيرس في سموس سيرفيس زي مثلا البكال سيرفيس، مثلا ليبيال سيرفيس، يبقى انا هنا محتاجه ايه، يكون في مينز اوف اتاتشمنت. البكتيريا دي مش عايزينها تعوم مع السلايفا، لا ده احنا عايزينها يكون عندها وسيله تساعدها انها ايه تلزق او تمسك في السموث سيرفيس عشان تقدر تعمل كارس في السموث سيرفيس. يبقى البروبرتيز بتاعه الكريوجينيك بكتيريا انها تكون اسيدوجينيك اسيديوريك، بتقدر تعمل اكسترا سيلولار بوليساكرايد اللي هو قلنا جلوكان وفراكتان، بتقدر تعمل انتراسيل بوليساكرايد، وكمان يكون لو انا عايزه اعمل كيرس في سموث سيرفيس عندها مينز اوف اتاتشمنت للسموث سيرفيس. لقوا بقى مين اللي تجمع لها كل هذه الصفات، اهمهم نوع من البكتيريا اسمه ستريبتوكوكس ميوتنس، الميكروب السبحي. ليه سموه سبحي؟ لان هو كوكاي، هو حاجات مدوره كده، بكتيريا مدوره كور كده، وبتعمل لما بتتكاثر بتعمل شكل كده زي السلسله، فعشان كده سموه ستريب بالعربي بيترجموه الميكروب السبحي، تمام؟ وده بيبقى مهم خصوصا عشان الكيرز انيشيشن. يعني ايه كيرز انيشيشن؟ يعني سطح سنه سليم وعايزه ابتدي احط فيه الكيرز، ادخل فيه بالكيرز، ابتدي بدايات الديمينراليزيشن فيه. يبقى انا هنا محتاجه بكتيريا تكون قويه تجمع لها كل الصفات، بالظبط زي تخيل ان انت عندك حصن منيع مثلا وعايز ان انت تقتحم، يجوا الجنود في الحرب عايزين يقتحموا الحصن ده، يبقى بنحط مين اول فرقه بتدخل؟ الفرقه اللي هي اكتر فرقه عندها تدريب، اكتر فرقه عندها تجهيزات. يبقى هنا البكتيريا اللي هتتمتع بكل الصفات اسيدوجينيك اسيديوريك، بتقدر تعمل اكسترا سيلولار بوليساكرايد انترا سيلولار بوليساكرايد، دي بتبتدي تعمل انيشيشن بدايات الكاريز،
طب لو الجنود تمكنوا من الحصن بقى وفتحوا لهم فتحة وابتدوا يدخلوا، ممكن بعد كده تدخل فرق أقل تجهيزا. يعني بعد كده الستريبت ميوتنس هتكون فتحت السكة لأنواع من البكتيريا ممكن تكون أضعف، يعني أو مش أو ما فيهاش كل ما بتتمتعش بكل الصفات دي، لكن تقدر إنها تدخل تكمل ورا الستريبت ميوتنس. لكن مين اللي اقتحم في الأول، مين اللي عمل initiation للستريبت ميوتنس، وخصوصا لما بنكون بنتكلم على سموث سيرفس كيرز. طب ايه الدنتال بلاك؟ ابسط فكرة عن الدنتال بلاك، الدنتال بلاك ده is a biofilm. biofilm يعني طبقة حيوية، يعني طبقة biological، طبقة فيها مكونة من ايه، فيلم يعني طبقة رفيعة، تمام، مكونة من different species من بكتيريا، انواع فصائل مختلفة من البكتيريا، and in a surrounding substance. البكتيريا مش احنا شايفين ان هي كانت بتحب تهيئ الجو حواليها وبتعمل اكسترا سيلولار بوليساكرايد، فالبكتيريا دي عايشه ومعاها الجو اللي حواليها، السراوندينج سبستنس derived from salivary mucin، بتجيب شويه كربوهيدرات برده ممكن تكون موجوده في السلايفا، وكمان الاكسترا سيلولار بوليساكرايد اللي كانوا الفراكتان اللي هي ايه كونتهم، الاكسترا سيلولار بوليساكرايد و اللي هي عملتهم synthesized يعني formed by the bacteria. البكتيريا الدنتال بلاك ما هو إلا بايوفيلم، طبقة من البكتيريا والجو اللي هي ظبطته حواليها، جابت salivary mucin وجابت صنعت synthesized أو formed polysaccharide glucan وفاكتين. طب بيتكون ازاي الدنتال بلاك؟ برضو مش هدخل في كل التفاصيل بتاعت الميكانيزم of formation of the dental plaque، بس هناخد اهم نقط فيهم، ان احنا بيكون عندنا لما يكون عندي a clean enamel surface، عندي سطح نظيف، يعني clean يعني نظيف ازاي، لسه غسلين سنننا خلاص، لو قمنا غسلنا سنننا صار لي بضمير الكلين enamel surface بتاعنا ده بيروح متغطي، مكافأة ليه كده السلايفة بتغطيه بلاير من الجلايكوبروتين، من الجلوكوز والجلوكوز ومعاها بروتين جاية من السلايفة اسمها الاكوايرد بيليكل، يبقى في طبقة مكتسبة بتيجي من الجلايكوبروتين بتغطي الانامل، والطبقة دي بتوفر له حماية في الاول خالص من البكتيريا. يعني هي اول لما بغسل سناني واسناني بتبقى كلين بتتغطى بطبقة من جايلها من السلايفة، الطبقة دي اسمها الاكوايرد بيليكل. بيليكل يعني زي برضو كفر، يعني المكتسب ده بيكون عبارة عن جلايكوبروتين وما بيكونش يعني جلوكوز وبروتين ما بيكونش فيه بكتيريا. لو فضلت الطبقة دي موجودة ما كانش هيبقى فيه مشكلة، لكن اللي بيحصل بعد كده ان بعد شوية هتيجي المايكروجانيزم او البكتيريا تفتح ثغرات فيها، او يعني طبعا انا يعني من غير دخول في تفاصيل كتير، انواع معينة من البكتيريا بتكون عندها قابلية انها تكسر الجزء البروتين وتدخل ان هي تعمل ثغرات في الطبق الاكوايرد بيليكل دي، وتقدر انها تأدهير تلزق على التور سيرفس، ولما تلزق على التور سيرفس خلاص كده استقرت، عارفين زي الاحتلال كده دخلت على التور سيرفس، تبتدي انها ايه تتكاثر مالتيبلاي، وهتقول طب وانا دلوقتي هفرض الناس دي بعد كده منعت عني الاكل انا هعمل ايه، انا عايز اعمل اكسترا سيلولار بوليساكرايد. فاكرين لسه قايلين حالا ان الجلوكان ده ادهيزف، اولا في موجود في كربوهيدرات بتريزرف ليها، لو احنا ما ادينا لهاش كربوهيدرات الجلوكان والفلوكتان بيدوها كربوهيدرات. تاني حاجه زي الجلوكان هايلي ادهيزف ووتر انسوليبل، بيبتدي ان هو زي اللزق بتلزق فيه بكتيريا تانية، بيلزق فيه كربوهيدرات كأنها هيئت الجو علشان تعيش البكتيريا وتتكاثر ويبقى عندها الكربوهيدرات بتاعتها اللي هتعمل لها فرمنتيشن. فهنا النتيجة ان other bacteria may bind to them، زي ما بقول لكم البكتيريا اللي هي ممكن تكون ما بتتمتعش بكل الصفات اللي احنا محتاجينها للدنتال كيرز، لما حد بيشجعها في الاول او بيسهل لها الامور بانه بيعمل layer من الاكستراسيلر بوليساكرايد ادهيزف تبتدي تلزق bind to them resulting in a complex biofilm of different species. يعني ايه complex biofilm of different species؟ يعني الدنتال بلاك ده مش فيه نوع بكتيريا ولا اتنين ولا تلاتة، ده فيه انواع كتير. حتى الناس لما جم صوروهم بقى هنا ادي شكل الدنتال بلاك، بيبقى موجود
على بيبتدي عند الجزء السيرفايكال من التوث، وطبعا بيبتدي بيلد اب وبيزيد كل ما بيفوت وقت لما احنا ما عملناش اورال هايجين. هنا دي صوره متصوره بحاجه اسمها سكاننج الكترون مايكروسكوب. ده ميكروسكوب بيسكاننج، يعني بيجي على السطح بيجيب الاسطح ويكبرها قوي، فلما يكبر الاسطح دي الاف من المرات بيوريك هنا في انواع كتير من البكتيريا موجوده، في منها حاجات كوكاي مدوره وفي منها حاجات طويله كده اللي هي زي الاكتينومايسس كده. المنظر ده حتى بيبصوا عليه كده بيسموه كورن كاب. كورن كاب يعني عامل زي الذره كده، ان هنا في بكتيريا طويله فيلامنتس ولازقه فيها او ادهيرنج ليها انواع من الكوكاي. كل ده بيوريك ان ولما تقرا في التفاصيل تعرف ازاي ان البكتيريا دي بتتعايش مجتمع متكامل. يعني يقولوا طب يا جماعه في احنا في مننا ناس بتحب انها تعيش في وجود الهواء كتير ايروبيك، خلوها على السطح عشان تاخد هواء كتير، وفي مننا انواع انايروبيك خلوها جوه ناحيه السنه بعيدة عن الهواء، وانواع اللي في النص خلوها الفاكولتيف اللي هي تقدر تعيش في هواء وجود الهواء وغير الهواء. يعني باختصار ان البكتيريا هنا بتتكامل بحيث ان هي كل واحد يعوض اللي موجود عند التاني بحيث ان هم يتكاثروا على التوث سيرفس، وبالتالي بيتكون الدنتال بلاك بتبقى متكون من بكتيريا ومنتجاتها. قلنا من الاكسترا سيلولار بوليساكرايد، انواع مختلفه من البكتيريا والاكسترا سيلولار بوليساكرايد والسليفري ميوسين. جه برضه لاحظوا ان احنا جينا من الاول وقلنا سهل، يعني اختصرنا الموضوع وقلنا ان اهم ثيوري هي في الدنتال كارز هي الاسيدوجينيك ثيوري. ففي واحد راجل اسمه ستيفن ده قال طب تعالوا يا جماعه انا هعمل تجربه اثبت فعلا ان البكتيريا بتعمل فيرمنتيشن للكربوهيدرات وبتطلع اسيدز، وان الاسيدز دي لما بتنزل البي اتش لمعدل معين السنان دي بيبتدي يحصل ديمينراليزيشن، بيتشال الديمينراليزيشن بيتشال الكالسيوم الموجود فيها. عايز يثبت من التجربه دي ان الدايتري شوجرز، الشوجرز اللي احنا بناخدها في الاكل ديفيوز رابيدلي، بتقدر ان هي لو انا على السن بتاعتي طبقه من الدنتال بلاك ما غسلتش سناني من الصبح، الشوجر ده بيقدر ان هو يخترق هذه الطبقه من الدنتال بلاك، والدنتال بلاك دي احنا لسه قايلين دي بايوفيلم مكونه من بكتيريا، البكتيريا بتتلقف هذا الشوجر بحماس وتبتدي تعمل له فيرمنتيشن وتطلع منه اسيدز، واتفقنا ان اهمهم نوع من الاسيد اسمه اللاكتيك اسيد. فهو راح لقى ان هو ان البي اتش ده بتاع الدنتال بلاك بيفول within 10 minutes after ingestion of sugar، ابعد ما باخد السكر البي اتش بتاعي بينزل، البي اتش بتاع الاورال كافيتي بتاعي بعد ما كان 7 بينزل لاقل من 5.5 within 10 دقائق، وبيفضل في الليفل ده لمدة نص ساعة لساعة وبعدين يبتدي يرجع تاني. يعني ايه تاني؟ تعالوا نبص هنا الكيرف ده. ستيفن ده عمل ايه؟ جاب ناس قال لهم تعالوا يا جماعة يوم تكونوا ما غسلتوش فيه سنانكم كويس، واول ما دخلوا دخلوا عنده المكتب بتاعه والعيادة بتاعته او المعمل وراح قايس لهم البي اتش، فالبي اتش بتاعتهم الريستنج بي اتش بتبقى في حدود 7 او 7.4 كويس. راح مديهم جلوكوز سوليوشن، خدوا اتمضمضوا كده بمحلول مليان جلوكوز اتمضمضوا بيه لمدة ثواني ممكن يبلعوه. المهم ان هو الجلوكوز ده لقى ان بعد ما اداهم هذا السوليوشن اللي فيها جلوكوز تركيز تقريبا حوالي 10% اداهم حوالي 25 ملي ما علينا من الارقام دي. المهم بعد ما كانوا داخلين له بالريستنج بي اتش لقى ان هو في خلال 10 دقايق البي اتش بتاعهم بدل ما كان 7 نزل اقل من 5.5. شايفين ده 5.5 عاملين له خط احمر ليه؟ لان تحت هذا الخط ممكن يحصل ديمينراليزيشن بيتشال الكالسيوم. فمجرد ما هو الناس اتمضمضت بالمحلول بتاع الجلوكوز ده في وقت اقل يعني بالكتير 10 دقايق كانوا الحمد لله بقوا تحت المستوى البي اتش اللي هو ممكن يحصل في ديمينراليزيشن اللي احنا سميناه كريتيكال بي اتش. كريتيكال بي اتش اللي هو البي اتش الحرج بتاع 5.5 اللي اقل منه بيحصل دي مينراليزيشن. اما طب ابتدى يراقب الناس دول، هم قاعدين بقى عنده في العياده كل شويه يقيس لهم البي اتش، بيحط كده يعني زي الكترودز كده او حاجه بتحط في البق وبتقيس البي اتش. فضل يقيس كل 5 دقائق يقيس، لقاهم فضلوا لحد نص ساعه يعني وهم قاعدين بقهم
الماوث بتاعهم البي اتش بتاعه بيلو الكريتيكال بي اتش. مين فرحانه بقى ساعتها؟ الايه البكتيريا بعد ما هي عامله الاسيد ونزلت بيلو الكريتيكال بي اتش. كل هذه المرحله النص ساعه دي السنه ممكن يحصل فيها ايه؟ دي من رايز، تتشال منها الكالسيوم والمعادن اللي فيها. طب هترجع تاني للريستنج بي اتش 7 ده امتى علشان ترجع تاني للريستنج بي اتش؟ قالوا ده ممكن تاخد لها ساعة كاملة عشان ترجع تاني للريستنج بي اتش، تمام؟ فهنا ستيفن اثبت ان بيحصل اسيد برودكشن في الدنتال بلاك. طب الناس قالوا طب ليه يا ستيفن كده قعد يعني نزل حالا في اقل من 10 دقايق وقعد له ساعة عشان يرجع؟ بيرجع ليه طيب كده وبيرجع ببطء كده؟ قال لهم اصل بيحصل diffusion of the sugar and some of the acid out of the plaque. قال لهم في خلال الساعة دي بيبتدي يرجع ال pH، لان في بعض شوية من السكر اللي هو مش هو الناس اتمضمضت بالمحلول السكر ده، او احنا لو شربنا حتى عصير، يعني مش لازم التجربة بتاعت ستيفن، احنا لو شربنا حاجة فيها سكر السكر ده ايه هيجي؟ مش احنا قلنا ان الدنتال بلاك دي فيها extra cellular polysaccharide، والاكسترا سيل البوليساكرايز دي ادهيزيف وستيكي هيلزق فيها الشوجر ده، ولكن مع الوقت هيبتدي ديفيوجن، بعض شويه من السكر دول هيخرجوا من الدنتال بلاك، وبعض شويه من الاحماض اللي عملتها البكتيريا هتخرج اوت اوف ذا دنتال بلاك. امال مين كمان اللي هيدخل؟ واحده هنتكلم على دورها باستفاضه كمان شويه ان شاء الله. المين؟ السلايفا. السلايفا فيها محلول بافر سوليوشن. بافر يعني محلول، لو فاكر من ايام الكيمياء، محلول متعادل، يعني بيعمل ايه؟ دايليوت، بيخفف وينيوترالايز، بيعمل حياديه للاحماض، بيرجع البي اتش تبقى حياديه، تمام؟ طيب ولحد ما يبقى هنا بنحتاج ساعه علشان نتخلص من بعض السكر والاسيد يحصل لهم ديفيوجن، وعشان يحصل دخول لشويه من البافر بتاعه السلام. لكن طول ما احنا قبل ما يحصل كده احنا قاعدين عند الكريتيكال بي اتش، وفي الوقت ده كل المينرال ايونز بتاعه الكالسيوم خصوصا وبتاعه الهيدروكسي ابتايد كريستلز ممكن ان هي ايه تبقى ليبريتد، بتتحرر من الهيدروكسي ابتايد، يعني بتسيبه وتمشي وتبقى تديفيوز في الدنتال بلاك، يعني تسيب التوث وتبقى الكالسيوم والفوسفورس والحاجات دي تخرج ايه، او المينرالز دي تبقى موجوده في الدنتال بلاك، تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا كده على دور مين؟ السلايفا، على دور البكتيريا، اتكلمنا على تجربة ميلر، على تجربة اورلاند، اتكلمنا على الخمس صفات اللي لازم يكونوا موجودين في الكاريوجينيك بكتيريا، البكتيريا اللي بتسبب دنتال كيرز، اتعرفنا مين اهم ثلاثة بكتيريا بيسببوا دنتال كيرز، ومين اهمهم على الاطلاق الستريبتوكوكس ميوتنس انها بتقدر تعمل انيشيشن لكيرز في سموث سيرفيس، اثبتنا ان ايه بيحصل اسيد برودكشن في الدنتال بلاك، تمام؟ وبالتالي اثبتنا الاسيدوجينيك ثيري. تعالوا بقى كده خلصنا الجزء بتاع البكتيريا والبلاك، عايزين نتكلم على دور السلايفا. دور السلايفا في الدنتال كيرز ان هي بيتحكم فيه بعض عوامل، الفلوريت، معدل جريان السلايفا. في ناس عندها كميه انتاج لكميات كبيره من السلايفا، في ناس عندهم زيروستوميا بينتجوا سلايفا قليله. الفيسكوستي، القوام او اللزوجه بتاعه السلايفا، في ناس السلايفا بتاعتها ووتري بتقدر تغسل السنان كويس، في ناس عندها السلايفا بتبقى فيسكوس يعني لزجه اكتر، فبالتالي ما بتعملش ووشنج افكت كويس. يبقى الفلو ريت والفيسكوستي دول ممكن نجمعهم مع بعض كده ونسميهم ووشنج افكت. تأثير السلايفا انها تغسل السنة مرتبطة بكمية تدفقها واللزوجة بتاعتها، تمام؟ دي اول حاجة. يبقى اول دور من ادوار السلايفا انها بتغسل السنة، washing effect، او بتنظف السنة، او cleaning effect، تمام؟ تاني effect انها بتعمل ايه؟ ليها buffering. قلنا ان السلايفا بيكون فيها مادة ايه؟ محلول معادل بيقدر ان هو يبفر الايه؟ الاسيدز اللي عملتها البكتيريا. تالت حاجة ان هو السلايفا بتاعتنا بيكون فيها كالسيوم وفوسفيت ايونز، فيها بعض ايونز من الكالسيوم والفوسفيت. ممكن مش احنا اتفقنا ان احنا عرفنا الدنتال كيرز وقلنا ده بروجريسيف ايريفرسيبل، بس قلنا في بداية لو اول ما السنة فقدت شيء بسيط من المعادن لو انا لحقتها بتعويض على طول ممكن يحصل ايه؟ تصليح للديمينراليزيشن اللي حصل. طب هلحقها بمعادن دي هجيبها لها منين؟ من الكالسيوم والفوسفيت اللي بيبقوا موجودين في السلايفا. ابقى كمان البكتيريا باول دور ووشنج افكت او كليننج افكت بيتحكم فيه الفلوريت والفيسكوسيتي،
تاني دور بفر، تالت دور فيها كالسيوم وفوسفيت بينفعوا في الريمينراليزيشن او في المينراليزيشن، ورابع دور ان السلايفا فيها انتي مايكروبيال ايجنت، فيها حاجات بتموت البكتيريا او يعني بتضاد البكتيريا زي حاجات انت خدتها في الاميونيتي، في حاجه اسمها اميونوجلوبولين. فاكرين اميونوجلوبولين ام او اي وجي؟ في اميونوجلوبولينز موجوده في السلايفا، في عندنا اللاكتوفيرين، الاميونوجلوبولينز دي بتبقى موجوده سكريتد مع السلايفا، في لاكتوفيرين برضو واللايزوزايمز، الثلاثه دول كاكزامبل لحاجات ايه انتي مايكروبيال. يبقى الاميونوجلوبولينز اللي هو بتاعت الاميونيتي واللاكتوفيرين واللايزوزايم، دول بيأفكت الكيرس باترون. احنا كده خلصنا اتكلمنا على حاجتين، اول حاجه البكتيريا، اتكلمنا على تجربه ميلر، تجربه اورلاند اللي هي الجيرم فري والنوتوبايوت، اتكلمنا بعد كده على الصفات اللي بتاعت الكريوجينيك بكتيريا، انها تكون اسيدوجينيك اسيديوريك، انها تقدر تعمل اكستراسيلولر بوليساكرايد، فرقنا ما بين الجلوكان والفلوكتان، تقدر تعمل انتراسيلولر بوليساكرايد الاميلوبكتين، يكون عندها مينز اوف اتاتش، تقدر تمسك في السن لو عايزينها تعمل كيرس في سموث سيرفيس. بعد كده اتكلمنا على ان ازاي الاسيد برودكشن في الدنتال بلاك، ازاي ان هي الاول عرفنا الدنتال بلاك تعريف بسيط، عرفنا ازاي ان السن اول ما بنغسلها بتبقى مغطيه بحاجه اسمها اكوايرد انامل بيليكل، ازاي بعد شويه بيحصل اتاتشمنت البكتيريا ليها واكيوميليشن عليها، عرفنا ازاي بعد كده تجربه ستيفن او كيرف اللي هو عمله اثبت ان في ايه فورميشن لاسيدز في الدنتال بلاك، وده بينزل الـ pH below الـ critical pH اللي هي 5.5، بيطلع أسيد اسمه لاكتيك أسيد، بيخلي الـ pH بدل ما كان نيوترال 7 بيبقى أقل من 5.5، وده pH كفاية إن يحصل إيه demineralization بتوس، تشال منها الأيونز بتاعة الكالسيوم والفوسفورس. وبعد كده قلنا إن هو بعد كده بيحصل slow return، بيرجع تاني الـ pH للنورمال بس within 1 hour. واتكلمنا على رول بتاع السلايفا، اربع حاجات ليها ووشنج او كليننج افكت، بيتحكم فيه الفلوريت والفيسكوستي، ليها بافرنج كاباسيتي، بتقدر محلول معادل بيعادل الاحماض، فيها حاجات ضد البكتيريا انتي مايكروبيال، وفيها كالسيوم وفوسفيت اين. كده الرول في سلايفا. مين ده؟ الكربوهيدرات. الرول بقى بتاعت الكربوهيدرات، الكربوهيدرات اثبتوا انها مهمه ليه؟ لقوا ان الناس الكيرس بريفالنس يعني حدوث كيرس او وجود ليشنز جديده من الكيرس بتزيد في البوبوليشن، المجتمعات اللي بتكونسيوم بتستهلك كميه كبيره من السكروز ايتش تايم. شافوا الاوقات اللي كان فيها حروب فيها مجاعات ما كانتش الناس بيجي لها كيرس كتير، ليه؟ لان كان في الوقت ده بيكون كميه السكروز اللي الناس بتتناولها او بتستهلكها قليله. طيب قعدوا بصوا، طب الكربوهيدرات ده انت لما خدته في البايوكيمستري قال لك انواع، في مونوساكرايد، دايساكرايد، بوليساكرايد، طب انهي واحد فيهم؟ لقوا دايساكرايد وتحديدا السكروز هو اهم واحد في الكربوهيدرات. خلي بالك ان دايما بتكلم على كربوهيدرات، لا جبتش سيره بروتين ولا ليبيدز، هي الكربوهيدرات بس اللي سبب انتركيت. السكروز اهم ليه بقى؟ لان هو ريدلي فيرمنتبل باي بلاك بكتيريا، البلاك البكتيريا تقدر بسهوله تعمله فرمنتيشن، تقدر تخمره وتطلع منه احماض اللي قلنا اهمهم اللاكتيك اسيد، وكمان تقدر عندها انزيمز ياخدوا الجلوكوز، احنا قلنا السكروز ده بيتكسر لجلوكوز وفركتوز، هياخدوا الجلوكوز يعملوا منه جلوكان والفركتوز يعملوا منه فركتان، دول اسمهم اكسترا سيلولار بوليساكرايد. وكمان فوق كده ان السبب الثالث اللي بيخلي السكروز اهم حاجه في او اهم نوع من السكر اللي بيسبب دنتال كيرس ان الموليكيول بتاعته صغيره، الموليكيول بتاعته سمول موليكيول، بتألاو رابيد ديفيوجن في الدنتال بلاك، بيقدر ان هو يخترق الدنتال بلاك، الموليكيول بتاعته صغيره تقدر تعدي بسرعه كده السن عليها طبق الدنتال بلاك، هي بتدخل جواها لحد ما تقرب من التو سيرفيس، وعشان كده لما يحصلها فيرمنتيشن بتحصل الاسيد قريب من التو سيرفيس ويعمل ديمينراليزيشن. هنا هي الصوره، السكروز عبارة عن جلوكوز وفركتوز، في أنواع من الإنزيمز، مش لازم تحفظ أسامي الإنزيمز، الإنزيمز دول بيمسكوا الجلوكوز يعملوا منه جلوكوز بوليمر اللي هو اسمه الديكستران، أو قلنا اسمه التاني جلوكان اللي هو واتر انسوليبل وأدهيزف وبيعمل بالك للدنتال بلاك،
اول فركتان اللي هو اسمه الثاني ليفان. فركتوز بوليمر ده ووتر سوليبل لس ادهيسيف اكت از ستورج فور كربوهيدرات. الكلام ده احنا قلناه. يبقى احنا عرفنا هنا ان كميه الكربوهيدرات اللي الناس كانت المجتمعات بتستهلكها بتبقى مرتبطه بحدوث الدنتال كيرز. اتكلمنا على ان السكر السكروز هو اهم واحد من الحاجات اللي بتسبب الدنتال كيرز، او اهم واحد من انواع الكربوهيدرات بسبب الدنتال كيرز. يبقى عرفنا الاماونت والتايب. هنا بقى ندخل ايه على الفريكوينسي، تكراريه ان انا اخد شوجر انتيك. ده مور امبورتنت عن التوتال اماونت او كونسيوم. يعني لو ايه انا ممكن اجيب كيلو شوكولاته واكله مره واحده، اقعد احط العلبه جنبي كده وكل شويه افتح واحده وراها الثانيه وراها الثالثه كده، خلصتهم في قعده واحده في نص ساعه في ربع ساعه كنت خلصت كل العلبه، تمام. وممكن ان انا اجيب الكيلو ده واحطه جنب مني كده، وبعدين اجي كل شويه كل نص ساعه اخد واحده، كل ساعه اخد واحده، كل نص ساعه اخد واحده، هو نفس الكيلو. بس هنا لقوا ان انا بالعكس، انا لما بزود بعمل الفريكوانسي التكراريه، لو انا خدت خلصت العلبه كلها في قعده واحده في نص ساعه هيجيلي دنتال كيرز اقل من ان انا اقعد اخدها على مدار اليوم كله كل نص ساعه اخد واحده. ليه؟ لان الفريكوينت انتيك اوف كربوهيدرات بيدبرس البي اتش بيلو الكريتيكال ليفل فور لونج بيريد. ايه الكلام العجيب ده؟ فاكرين الكيرف بتاع ستيفن؟ ده الكيرف بتاع ستيفن بس كررناه. مش انا هنا ابقى قاعده البي اتش بتاعي 7، اكلت شوكولاتايه هينزل البي اتش بتاعي بيلو الكريتيكال ليفل، قعدت هنا في خلال 10 دقايق نزلت بيلو الكريتيكال ليفل وقعدت بيلو الكريتيكال ليفل نص ساعه، لسه يا دوب البي اتش بتاعي هيرجع يتصلح كده تاني ويرجع للنيوترال، اقوم لحق نفسي بشوكولاتايه تانية. يبقى اروح هنا نازل ايه بيلو الكريتيكال بي اتش نص ساعه لسه هيفكر يطلع تاني، اروح منزلاه كمان مره. يبقى هنا لو انا كنت اكلت كل كميه السكر كلها في مره واحده يبقى حصل نزوله واحده بس، يبقى الكيرف وقف على هنا. لكن هنا النتيجه ان انا كل مره بكرر كل الجزئيه دي والجزئيه دي والجزئيه دي، انا قاعده بيلو الكريتيكال بي اتش. يبقى هنا الفريكوانسي التكراريه اهم من الاماونت من الكميه. كمان نوع الكربوهيدرات، ستيكي كربوهيدرات، انا ممكن ادوب الكربوهيدرات ده عصير واشربه مش هيلزق على السنه بتاعتي. لكن لو انا عندي باخد ستيكي كربوهيدرات توفي كراميل، انواع من الكربوهيدرات الستيكي اللي بتلزق بيبقوا ايه ريتيند. ريتيند يعني ملزقين على السنه فور لونج تايم. انا لو انا بشرب عصير تاثيره ده جه في اللحظات بس اللي هو بلعته فيها وعدى على الاوركل، لكن لو انا اكلت حاجه وفضلت ريتين بلزقه على التوست بتاعي ده بيفضل افيلابل، ريمينز افيلابل للبكتيريا فور ا لونج تايم واز مور كاريوجينيك طبعا. يبقى هنا اتكلمنا على الكميه اماونت، اتكلمنا على التايب وقلنا السكروز اهمهم، اتكلمنا على الفريكونسي وقلنا انها اهم من الاماونت، اتكلمنا على الستيكي كربوهيدرات اللي بتبقى ريتين على التوست فور ا لونج تايم، واخر حاجه الريفاينمنت. ريفاينمنت ان انا by definition ان هو treatment of the carbohydrate in the industry in order to make them whiter, sweeter and remove the fibrous part and make which makes them more cryogenic. يعني ايه؟ يعني مثلا بيلاقوا ان مثلا القمح ده في منه جزء fibrous، يقول لك طب تعالى يا سيدي لما نشيل الرده دي وكده هو شكله غامق كده، احنا لما نشيل منه جزء بتاع الرده ده وهيبقى لونه ابيض اكتر، يبقى كده شال منه جزء الفايروس خلاه لونه وايتر. وبعدين ايه الناس هتاكل العيش كده، لا ايه رايك نحط لهم شويه سكر كده عشان يبقى سويتر. يبقى انا هنا حولت الايه الحاجه دي، او مثلا نقول زي المربات مثلا الحاجه، انا مثلا ممكن اجيب فراوله، الفراوله دي اكلها فيها جزء ايه فايبرس، طيب ايه رايك نشيل بقى الجزء الفايبرس ده ونركز بقى ونحط شويه سكر بقى ونعملها مربى. يبقى انا هنا عملتها ايه تريتمنت في الاندستري علشان اخليها شكلها الحاجه دي ممكن تكون وايتر او تبقى سويتر طعمها مسكر اكتر، وبشيل جزء منها الفايبرس. الجزء الفايبرس ده هو اللي يعني لما بنيجي ناكل ثمره من الفاكهه زي تفاحه مثلا، الجزء الاحتكاك ده بيبقى بيعمل برضو نوع من الكلينج وبيمنع ان الكربوهيدرات يبقى ريتين ده على التوس. لكن انا لما استعمله بشكل سويتر وشلت منه جزء الفايبرس جزء الالياف اللي فيه شلتها، ده بيخليه يلزق وريتند على التوس ويكون فيه سكر اكتر او سكروز اكتر فبيبقى مور كيريوجينيك.
يبقى ده refinement of carbohydrates makes them more cariogenic. يعني بشكل مطلق، لكن طبعا مش بشكل مطلق يعني او بشكل الاعم، لكن في بعض الاستثناءات ما علينا منها يعني. طيب احنا اتكلمنا هنا على البكتيريا والدنتال بلاك، اتكلمنا على السلايفا، اتكلمنا على الكربوهيدرات وانواعها او والانواعها والفريكوانسي والستيكينس والريفاينمنت. كلمتين بقى على التوست، يا ترى كل الاسطح بتاع السمنه سسبتبل للدنتال كير زي التانيه؟ لا، سسبتبل تو السيرفيس دول. السنان لو مال الاينز، يعني ربنا عامل لنا راس شكل سناننا كده في القرش في الاورال كافيتي اللي انت بتتعلمه، وشكل وبتعمله في البروتيزز ازاي ان انت ترتب السنان في الدنتال قرش كده، كل ده بيساعد المفروض ان هو يبقى فيه كلينزنج افكت، تساعد الاسنان تنظف نفسها بنفسها او تبقى يعني او سهل تنظيفها. لكن لو حد عنده سنانه مال الايند او كراودد، حد عنده سنان متلخبطه اماكنها مش مظبوطه او زحمه مزحومه في مثلا الجو بتاعه صغير والسنان كتير وكراودد، ده بيساعد على ان يحصل فيفر الريتنشن اوف بلاك اند فود، بيساعد على يعني تراكم البلاك والفود. تاني حاجه ودي يمكن بنلخبطها شويه او يعني بتعمل اختلاط عند الناس مع الوراثه، يعني هنا بيكون عندنا الشكل البيتسون فيشر اللي عندنا مختلف شويه من بين بني ادم للتاني. في ناس بتكون عندها ديب ونارو بيتسون فيشر، ولو انت عندك الفيشر ده عميق داخل لجوه وضيق يبقى صعب ان انت تنضفه، فرشه السنان هتبقى اكبر، الشعرايه بتاعت فرشه السنان اكبر من انها تدخل جوه البيت والفيشر، وبالتالي بيبقى مور سسبتبل للكاريز. عشان كده في ناس تقولك مثلا احنا عائلتنا كلها بتسوي سنانها كتير، دي حاجة وراثية عندنا. هما اللي بيكون حاجة وراثية عندهم ممكن يكون شكل البيتس اند فيشر، شكل البيتس اند فيشر بتاعتهم تكون ديب ونارو، بتساعد على ان هو ايه ما يبقى في صعوبة في انها تتنظف بالتوث براش. تمام، غير طبعا ان فاميليز بتلاقي لو احنا الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها من شوية الفريكوانسي بتاعت الكربوهيدرات ممكن تكون بقى مش مسألة وراثية، احنا عائلتنا بيجي لها كيرز لان احنا عاداتنا الغذائية بتفيفر ان يجي لنا يعني سبب الكيرز. يبقى السسبتبل تو سيرفيس قلنا المال الايند او الكراود، السنان اللي فيها ديب فيشر، السنان اللي فيها انامل هايبوبليشيا، لو تفتكروا الشابتر اللي خدناه قبل كده الماتريكس بتاعت الانامل القليلة او انامل هايبوكالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن فيها ديفكت، دي بتأفكت الريت اوف بروجريشن بات نوت انيشيشن اوف كيرز. يعني ايه؟ يعني ما بتزودش او ما بتفرقش سنة فيها هايبوبليجيا وهايبوكالسيفيكيشن في احتمالية ان يمسك الكيرس فيها او يبتدي فيها. امال ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق هنا ان الريت اوف بروجريشن، مجرد ما الكيرس بيحط رجل او يبتدي يبقى انيشيتد او يبدا في السنة، لو هي فيها انامل هايبوبليجيا او هايبوكالسيفيكيشن بيمشي فيها بشكل اسرع. ادي السنان الكراودد او المال الايند، او مثلا حد كتير قوي ساعات اطفال بيبقوا مثلا في اهمال بعد ما بيحط البريسز عشان عايز يعمل اورثودونتيك تريتمنت، ممكن بعد ما بيشيلهم بيلاقي ان في دنتال كيرز هنا. ليه؟ لان الشكل بتاع ده يعني وجود الابلاينس اللي هو حاطه ده بيصعب عمليه الايه الكلينج افكت. طيب الميديا كتير تقول لك ده معجون بالفلورايد، بيشتري معجون بالفلورايد او هنروح نعمل فلورايد ابلكيشن عند الدكتور. ايه طب ايه الفلورايد ده؟ ايه رول بتاع الفلورايد في الدنتال كيرز؟ الفلورايد ده موجود في البلاك، فلورايد الاينز بتاعت الفلورايد موجوده في الدنتال بلاك، موجوده في السلايفا، موجوده في معجين الاسنان، موجوده في الدرينكينج ووتر، ميه الشرب اللي احنا بنشربها. طبعا في بعض منها بتبقى فري ايونز ممكن الجسم يستفيد منها، وفي بعض منهم بتكون اتاتشد بحاجات تانية، فبالتالي ما بيبقاش فيها يعني ما بيبقاش سهل ان الجسم يستفيد بيها او يعني التوث تستفيد بيها تحديدا. لكن الفري ايونز من دنتال من الفلورايد ممكن تبقى مفيده. ليه بقى؟ لان لو انا باخد او ميه الشرب بتاعتي فيها فلورايد تركيز اب تو 1 بارت بير مليون بي بي ام، يعني بارت بير مليون، قلت لكم جزء مليون جزء، يعني لو عندي مليون جزء ميه جزء منهم فلورايد، ده بيقلل احتماليه ان يحصل عندي دنتال كيرز. ليه؟ لان الفلورايد اين انكرج ريبريسيبيتيشن، انكرج بتشجع الريبريسيبيتيشن اوف مينرالز انتو انامل. يعني ايه؟ مش احنا لسه قايلين السلايفا فيها كالسيوم وفوسفورس؟ الفلورايد بيشجع ان لو انا كانت السنه فقدت
او حتى لسه ما فقدتش ايونز، بيساعد ان يعني يشد او يساعد على ان تترسب الكالسيوم والفوسفورس او الايونز دي بتاعت المينرالز في الانامل. كمان بيعمل ايه؟ بيقلل ان السنه تفقد الكالسيوم المينرالز الكالسيوم ايون بتاعتها. ازاي؟ لان الفلورايد ايون بتريبليس الهيدروكسيل ايون، وطبعا دي حاجه ليها علاقه ارتباط ب يعني ترتيبة الفلورايد والهيدروكسيل وفي الجدول الدوري ومين بيحل محل مين. لو ان الفلورايد هنا بيقدر يحل محل الاو اتش اللي موجود فيه الايه الهيدروكسي ابوتايد، فبدل ما كان هو هيدروكسي ابوتايد هيتحول لحاجة اسمها فلورو ابوتايد. الفلورو ابوتايد ده لس مش لس اسيد، لس اسيد سوليبل. لس اسيد سوليبل يعني الفلورو ابوتايد اقل في انه يدوب في الاحماض. تمام؟ يبقى هنا لما الفلورايد عشان حاجات كيمياء مش عايزين ندخل فيها في التفصيل بيقدر يحل محل الهيدروكسيل، بيحول الهيدروكسي ابوتايد لفلورو ابوتايد. الفلورو ابوتايد ده لس اسيد صلب، يعني لس اقل في انه يدوب في الاحماض، بيقاوم الاحماض. وفي نفس الوقت الفلورايد بيساعد على ترسب المعادن، ترسيب المعادن على السائل. هو كده ان الفلورايد ده له بينهبت بكتيريا الميتابوليزم، يعني الفلورايد مش بيموت البكتيريا، موتها يموتها بس بيخليها برضو من غير دخول في تفاصيل انها ما تقدرش تعمل عمليات البناء والهدم بتاعتها، ما تقدرش تعمل ميتابوليزم الانزيمز اللي فيها اللي هي بتعمل بيها الاكسترا سيلولار بوليسكرايد واللي بتعمل بيها الفيرمنتيشن انزيمز، دي ما بتشتغلش بشكل صح او مظبوط لما بيكون في الفلورايد. يبقى احنا هنا اتكلمنا على الفاكتورز اللي افكتنج الدنتال كيرز، الكربوهيدرات وانواعها، السلايفا، الفلورايد، التوث سيرفيس، واتكلمنا على البكتيريا والبلاك. تمام؟ هنبتدي بقى في الجزء الثاني من المحاضره ان شاء الله نتكلم شويه صغيرين ازاي بيبان تحت الميكروسكوب، او ازاي ايه التغيرات اللي على مستوى التوث اللي بتخلي يحصل فيه دنتال كيرز.